تعال نسمع دي الظروف اللي مرت بيها. عايزة أقول كام حاجة كده قبل ما أدخل في التعليق على نسمة وضعها. البرنامج ده يعني يمكن أنا شهادتي فيه مجروحة، بس لما نقول تفاصيل يعني اسم على مسمى، لأن احنا ما بنروحش كده والسلام. يعني لو حتى احنا ما عرضناش التواصل مع الطرف التاني، اما عايزاكم انتوا تبقوا متأكدين ان احنا فعلا اتواصلنا. يعني يمكن احمد سامي شالوها في المونتاج، ولكن احنا اتواصلنا فعلا. كلمنا مدام سلوى وانكرت ان الولاد معاها، وقالت الامر ده ما يخصنيش اصلا، ومعاها ولا معاه انا مالي، انا الراجل معايا والسلام. خلاص حساب كل تليفوناتكم، كل رسائلكم ابعتوها لي على صفحه البرنامج اللي باسم نهال طايل، الشباب هيظهروها دلوقتي، او على صفحه صدى البلد، او رساله على الاس ام اس. هفتح المداخلات وهسمع ارائكم كلها. نسمة بنت بنجوزها زي كل بناتنا تعمل عيلة وأسرة. لما بنقول تعمل عيلة وأسرة ما بنقولهاش كده من فراغ، لا، يعني تبقى شريكة الراجل يساندها ويساعدها، يبقى همه على البيت ده زيه زيها بالظبط، علشان يطلعوا لقدام والعيل دي تنفعهم في يوم من الأيام. كل ما الأيام زادت بين الأسرة دي والتماسك قدام، العيل دي ما ترمش لا أبوها ولا أمها. احنا ليه في كل الدنيا، في اهالينا اجدادنا الاعلام الدين، بنقول بلاش طلاق علشان ما نهزش تماسك المجتمع؟ ده اللي احنا دايما بنقوله، دي كلمة اتأخروا في الطلاق، بلاش طلاق. طيب حد من السادة المشاهدين هيقول لي ايه يا نهال، راجل اتجوز وده شرع الله. طب يا سيدي ما انا عارفة شرع الله له يطلقها، طلق الاولانيه اللي على ذمته، شرع الله ان هو يتجوز ويطلعها بره ويقول لها عيالك خدتهم. لا لا، ده مش شرع الله. شرع الله ان انا صديقه ليا تبقى قاعده واكله شاربه على تليفوني عارفه اخباري تروح تتجوزه؟ امال ايه الخيانه؟ النداله. دايما مؤمنة بحكمة، لو كان في الخير لبقى، يعني أنا بقولها كمان لنسمة، دايما بقولها لكل الستات اللي بتبعتلي على الصفحة، بقولها لكل البنات اللي مخطوبة وخطيبها سابها علشان واحدة تانية، لو كان في الخير لبقى. فوش خير ارمي انتي كمان، بس في ولاد. الست النهاردة بتقولك هو استغنى عني ورماني، بس ولادي حيلت عليه هي واهلها، يعني اخواتها الشباب والرجاله وامهم وخالتها، قالوا له سيبها تربي ولادها، رفض رفض تام. هي دي بقى النقطه اللي هنقف فيها. نسمع كل اللي عايزاه ولادها. بناشد وزاره الداخليه، الراجل والد الطفلين دول عليه حكمه بالفعل، انتوا مسكتوه. هي عايزه ولادها، ولادها هي بتقول ان هم على الست دي. اكيد انتوا تعرفوا شغلكوا اكتر مننا، ارجوكوا كل اللي نسمه عايزاه ولادها. حاجة ام عمر من الايوبيه، ام عمرو اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي منوراني. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذة؟ يا حبيبتي منوراني. انا بحترمك قوي، انت شخصية جميلة. اشكرك يا ام عمر. ربنا يكتر من امثالك يا بنتي. اشكرك يا ام عمر. الله يخليك. اتفضلي. انا عايزة اقول لك. اقول لك بقى عندي انا، هي بتحكي على حاجة انا حسيت بيها يا قلب امان، احنا حسينا بالحاجات دي. ازاي بقى؟ انا عندي بنت حبيبتي من 2011. بصي بتقول لك نزلوا لعيال الكاوتشات من غير كاوتشات، انا ضحكت. دي بقى طليق بنتي كانش لسه طلق، كان بيمشي بنتي من البيت ويضربها، نزل البنت من غير البنطلون والكلوت، كانت في الحمام، وخليتها شالتها قلعه التحجيبه ولفتها بيها.
طب ممكن تسمعيني من التليفون وتوطي التلفزيون؟ ربنا ياخد نفقة ليها. حاضر حاضر. ونركز في نقول الكلام المناسب عشان خاطري، أنا عايزة أكمل معاكي المداخلة. مشيها 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 مشيها. عمل الحكاية دي وقال لها ما تخشش الأوضة عشان تاخد فلوس ولا حاجة من أوضة النوم. هو طلقها ليه؟ فيها. تخيلي البنت معايا من وهي عندها سنة ونص، طلقها ليه؟ هقول لك بسبب ان كان بخيل عايز يحوش، دخل بمرتبه كله جمعيات، يقول لها نعمل حياتنا، يجوا خارجين تقول له لا، يقول لها هاتي من اي حد جنيه كده من عند المترو وركبي، يعني عايز ياكل، عايزه تاكل البنت، لا تعالي عند بيت ابويا وكلي، مرات ابويا توكلك، مرات يقول لها لو هي عايزه ترجع من البيت، يقول لها اشحتي من اي حد جنيه من على المترو وركبي. اما كان خدها مره يتفسحوا. ايوه لا اله الا الله. ايوه قال لها بقى ايه اما اروح اتفسحها فعايزين يرجعوا، قال لها لا لا معيش مواصلات بقى، خدي 100 جنيه من التلامذه اللي طالعين من الكليه وحطيه في المكنه. من كام سنه؟ من 2011. انا بتحكي هي، انا في نقطه قالتها ده نزلني من غير كاوتشات وسيلفي، بيقول انا بنتي نازله من غير لما قلت بنطلون، ويقول لها لا ما تخشي النوم تاخدي، واخوها قال له هتدخلها اقعد دخلها. كنت انا بنتي بوالدتي في المستشفى، بعت اختها الكبيره اللي تجيب البنت ما بيضرب فيها. لا اله الا الله. عايزه اقول حاجه، شكرا يا ام عمرو مداخلتك، واهل اليوب اللي انا بكن لهم كل الاحترام. هطرح سؤال في الحلقه دي، ليه دايما لما اتنين بينفصلوا بيعندوا قوي في ولادهم؟ ليه ما حدش فيهم بيدور على مصلحته؟ يعني ليه ما حدش فيهم بيدور على مصلحتهم؟ ليه العند بيبقى موجود؟ يعني ليه؟ اصل ما نقدرش نقول دي قله حب. لا، ده بيوصل ساعات الراجل عشان يأذي الست اللي قدامه دي يأذيها في عيالها، هو ما بقاش طايلها، وهي عشان تأذي الراجل ده تأذيه في عياله، ما هي ما بقتش طايلاه. ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ هاخد كل مداخلاتكم.